الحقيقة احنا هذا التحذير اني راح يعني راح احكي بشقين، شق انه كشيء اعلامي، احنا اعلام طبي وممثلين للوزارة بهذا الجانب، نعم. ومن اختصاصي لأمراض التنفسية، احنا هسه بدينا ندخل او دخلنا بالموجة الثانية اللي احنا حذرنا من عندها سابقا، وقلنا يا ناس التزموا التزامكم ترى بالتباعد الاجتماعي، الكمامة هي نعم. اهم شيء، حتى انا عندي حتى اهم من اللقاح اللي يعني الناس هسه مخبوصة بيه وكذا، لكن يعني مع الأسف جد عندنا مجال صار، وكانت عندنا فرصة كبيرة أنه ما يصير هذه يعني الموجة الثانية، لكن يعني بدت وإحنا إحنا نلاحظ أنه صح عدد الوفيات قليل، وهذا بفضل جهود وزارة الصحة اللي عندها مستشفيات متوفرة، لكن هذا إلى ليمت محدد، يعني إلى أشياء محددة، زادت الأعداد فممكن بعد تصير ماكو أسرة أو ماكو شيء لا سامح الله، إحنا ما نريد نوصل لهذا هاي النقطة، يجب قطع هذه السلسلة وهاي السلسلة ما تنقطع. طيب البيانات دكتور، البيانات في تصاعد مستمر، نعم. من 2000 أمس إلى اليوم 2360 تقريبا، وممكن تزيد إلى أكثر، وممكن تزيد إلى أكثر من ذلك، هذا نعم. الموضوع حينما يعني سألنا المتحدث باسم وزارة الصحة عن القدرة على اكتشاف فيما لو كانت السلالة الجديدة قد دخلت إلى العراق أم لا، قال نعتمد على تحديث أجهزة الفحص الموجودة ونعتمد على البيانات الموجودة. هنا نتساءل، هل يمكن عد تزايد عدد الإصابات والبيانات المتصاعدة مؤشرا على احتمال دخول السلالة الجديدة؟ نعم، هذا احتمال وارد جدا وكبير، لكن احنا بصورة عامة نحكي سواء هذه السلالة الجديدة أو غيرها، أنت تعرف هذه السلالة الجديدة يراد لها يعني عملية اكتشافها يراد لها أجهزة حديثة أو كتات حديثة، يعني خاصة بالمختبرات اللي بي سي آر. احنا نحكي بصورة عامة سواء كانت السلالة الحديث او غيرها، المرض بدا يعني الوباء بدا دخل مرحله ثانيه اللي هي مرحله الانتشار الثاني او هذا سواء كانت الاولى او طيب. الثانيه، احنا لازم نقطع هذه السلسله، وهذه السلسله تنقطع شلون؟ عن طريق الوقايه، الوقايه قبل كل شيء، الالتزام والوقايه بدرجه الاساس يعني طيب. والصراحه اليوم السيد الوزير او يعني يوميا قاعد ينطي بيانات بهذا الموضوع، يا اخي التزموا طيب هذا التزام مو بس المواطن، هذا التزام نعم موجه الى دوائر الدوله ككل طيب. والى اصحاب المولات والى اصحاب حتى الناس العشائر حتى الصفات الدينيه. طيب اتوقف عند نقطه مهمه ذكرتها نعم. دكتور علي قلت انه ربما لدينا اصابه بالسلاله الجديده، لكن المختبرات ربما لا تستطيع كشف هذه الاصابه لانها تحتاج الى مختبرات متطوره نعم. اذا كيف في هذه الحاله، كيف لدينا سلاله جديده ولا نستطيع التعامل معها ولا نعرف اصلا انها موجوده؟ نعم، احنا يعني احنا وزاره الصحه هسه بدات يعني او من في فتره سابقه بدات يعني بجلب هذه يعني هذا التحديث هذه الاجهزه نعم. وموجوده يعني في مختبراتنا المركزيه وغيرها، لكن احنا تعرف هي حتى ببريطانيا وغيرها هي هاي الاجراءات اكاد بحثيه، يعني انا متبحث انه هذا الفيروس يعني مو فد شيء يعني انه اذا ماكو انتهت العالم نعم. يعني اذا اكتشف أول ما اكتشف هو نعم. مجرد أنه يعني كمرض أنه هذا نعم. نسبة انتشارة الوقاية هي ذاتها يعني بالنسبة للسلالة نسبة يعني حتى نعم. العلاج نعم. هو نفسه نعم. بس الفرق شنو؟ الفرق أنه هذا السلالة الجديدة نسبة انتشارها أكثر وأثرت طيب. على الأعمار، كانت مثلا تعرف الأعمار الصغيرة ما تتأثر هسه لا يعني حتى الإنفانت اللي هو طفل رضيع أكو في وقت من الأوقات نعم. لكن الشيء لافت نعم. دكتور عدي أن وزير الصحة صرح قبل دخول الاستوديو قرأت تصريحا له قال أن السلالة الجديدة ليست موجودة في العراق وإلى غاية الآن لم نسجل أي إصابة بها، لكن من المحتمل بسبب كثرة المسافرين والوافدين للعراق، إذن كيف نتعامل هنا؟ مو إحنا قلنا يعني السيد الوزير يقول لك أنا رسميا يعني يحكي بصورة رسمية، أنت يعني هسه أنا ما أقدر أفتي أقول أكو سلالة جديدة، هاي كلها احتمالات الاحتمالات يعني انه تدخل عن طريق مسافرين او غيرها، لكن كمسجله دوكيمنت بصوره رسميه ماكو.
يعني هذا الكلام هو الصحيح للسيد طيب. الوزير. هناك اجتماع يوم السبت المقبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ربما فيها قرارات جديدة، ربما أيضا الشيء المهم هو العودة إلى الحظر الجزئي من جديد. هل لديك أي تصور عن القرارات التي ستؤخذ في هذا الاجتماع؟ احنا بصراحة يعني أحكيها وقدام المشاهدين، نمشي إلى أنه احتمال الحظر الجزئي وأكثر من الحظر الجزئي، يعني أكثر من الحظر الجزئي ممكن أن تتخذ خطوات، وهاي يعني احنا ما نريد يعني تعرف هاي تأثر على الناس، على الناس الفقراء، على الناس العاملة، على الناس كذا، وحتى على التجار، وحتى على يعني بصورة عامة على الوضع الإنساني بصورة كبيرة، يعني من تتوقف الدوائر ومن تتوقف هذا. احنا يعني هل هناك احتمال إغلاق بعض المرافق ممكن الأساسية؟ يعني ممكن مثلا يكون جزئي مثلا حد الساعة 5 وتنغلق بعض. هذا احتمال أم معلومة يعني واردة؟ يعني معلومة واردة. معلومة واردة. طيب دكتور، بس هاي تعتمد بعد، هي تعرف اللجنة هي لها عندها رؤية أخرى. أكيد. يعني أكيد. ممكن تشوف غير دكتور في بداية الأسبوع المقبل موعد امتحانات نصف السنة لطلبة المدارس. بعض المدارس وجهت بأن يكون امتحان الشفوي في يوم واحد لجميع المواد، وهذا يعني أنه عدد الطلبة والتلاميذ الموجودين في يوم واحد عدد كبير جدا. ما هي إجراءات وزارة الصحة؟ حقيقة وزارة الصحة أكدت أكثر من مرة أنه يعني الدوام ليوم واحد في المدارس. نعم. هاي منتهي من عدها سواء كانت مدارس خاصة أو مدارس حكومية. اتخاذ الإجراءات يعني أكو لجان خاصة من الصحة العامة قاعد تمارس دورها على المدار يعني على المدارس بصورة دورية وبصورة مكررة، أنه لازم سبريتد، لازم فصل بين الطلاب. يعني حتى إذا ما أدري هذا يعني مثل ما حضرتك يعني قلت إنه بيوم واحد الشفوي، إحنا مطين تعليمات إنه ما بالصف الواحد مستحيل أكثر من 15 يعني هاي الموجود. ما ممكن أن إذا طيب. ما يعني إجراءات السلامة، الكمامة وغيرها وغيرها. نعم. نعم.